واش اداني نحل فمي؟ اشرب. مرة تقول علقم يا حكيم. بالهنا والشفاء. نشكر الحكم اللي بعثك ليا. درك اسمح لي. اسمح لي نرتاح شوية. غدوة الصباح عندي قضايا كثيرة. لا. لا صباح ولا مساء. من هذه الليلة راك في راحة تامة حتى تكمل الأشهر كله. شهر؟ نعم بيه. ومصالح الرعاية شكون بها؟ شوف انت. شهر. غدوة تتخلط في المحكمة سافيها على عافيها. اشرب اشرب. ربي يستر. اشرب. قالك يا سيدي تلك حمير تاهو في الصحراء زوج تجاوهم والثالث راه مقابلني. تجها جيد ندا وحده. يا درويش يا درويش مازال ما بديتش الحكايه. لا لا راني نضحك على الدوله. قالك يا سيدي اشعب الطماح قاصدين جماعه قالوا له كاش ما كاين عرس هنا اكتب عليهم. قالك كاين غير في الدوره وما راح هو خمم. قالك بالك كاين صح راح جبقهم.
والله يا شحال والله تزيدنا وحده. طلق له انت ما جيب وحده بوكادي. يا سيدي دايما ما اشعب الطماح خارج مع ولده من الارس شرع يده وعطاه كف قال له اخي قلت لك ما تشربش الماء كي تعود تاكل باش ما تشبعش. قالوا لا يا بابا انا نشرب الماء باش نحشر الماكله. زاد شرع يده وعطاه كف قال له انا ما قلت ليه. دبر راسك يا القاضي مصالح الناس ما لازمش تعطل. يا سيد الحاكم اراك تشوف في حالتي ما تعجبش والحكيم قال لي لازمك شهر راحة على الاقل. ادي عام ادي عام اذا حبيت المهم دار القاضي تبقى مفتوحة. هذا موت هذا زواج هذا طلاق هذا هذا ورث اللي لازم تقسم بين الناس. المهم مصالح الناس لازم تستمر يا قاضينا. عندك الحق يا سيد الحاكم لكن شكون اللي تشوف فيه يصلح لهذا المنصب من غيري؟ ابحث تلقى. حاضر حاضر يا سيد الحاكم. سوس السكوت حضروا رواحكم وما تكلموش حتى 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 نقولكم سيد قاضي جاي. يا جماعة راني مريض ولازمني نرتاح والراحة نتاعي ممكن تطول. وانتوما انتوما أموركم لازم تستمر ولازم واحد يوقف عليها من خلافي. على هذا راني عيطت لكم باش نسمع رأيكم ونتشاوروا في هذا الأمر. أنا نظن الكبير في السن. أنا نقول الكبير فينا مالو جاه وأنا رأي الكبير فينا قوة. أنا نقول الكبير فينا اللي عنده العلم. وفي رأيك يا جها شكون قادر يخلفني؟ يا سيد القاضي هذه داري تبق فيها العدل والعادل في الناس هو أحق لهذه المسؤولية. وشكون العادل فينا في رأيك؟ سيد القاضي العادل هو اللي ما يفرقش عندما يحكم بين الناس بين الكبير والصغير بين الغني والفقير بين القوي والضعيف بين العالم والجهل. اللي هو انت. من اليوم راني عينتك قاضي تخلفني في هذا المكان. اها واش داني نحلف امي؟ جحا يحكم في غيابك؟ ما لقيتش أعقل منه يا سيد الحاكم. كوني غلط أنت المسؤول يا القاضي. بعد الحكمة اللي انطق بها يا سيد الحاكم ما ظنيتوش يغلط. جحا جحا نعرفوه بالحكايات والنكت. أهلا وسهلا تفضل تفضل يا جحا. كان جديد؟ يا جحا ما تحرم السيد الحاكم من ضحكة. هادي على رقبتكم يا سيدي. يحكيوا مرة على واحد السلطان من السلاطين العهد القديم باش عمل بشع غلط واحد نهار وهداولو المرايا في عيد ميلاده. هو غلط وشاف روحه في المرايا. المرايا من الخوف رجعته أبشع من البشاعة. السلطان اتغشى وطاح في غيبوبة. بعد مدة ارتاح أمر وزيره باش يقلع كل المرايات اللي في القصر. سألوا الوزير حينها عليه قال له يا وزير كل ما نشوف روحي في المرايا نتألم. حينها بكى الوزير وقال له وانا يا سيد السلطان اللي نشوفه قدامي كل يوم واش قادر ندير. هذه خليها وغدوه نجي نديها. الله يبارك. وانتي لونجا ما تشري والو السومه العين تصيره وليد قصيره. ادي واش تحبي وكي تحالك الفسحه كي تخلصيني. لا لا بنت ما انا كون ندي عليك حاجه تتحتم عليا نبيع واش عندي في الدار باش نخلص لك دينك. وراجلك ما يشري لكش. العيد قرب وننسى كل شراو. ايه واش نقول لك يا امراه كي كنت بقيمتي وشاني كانوا الخطابه مدارين الطابور عند باب داري. كي جيت نختار صرات لي كي لعمه شاف الشمعه قال هذه هي الشمس. صح صح ايه صح صح
كي اليوم يستعقل ويعمر لك الدار. انتي منك صح لو نعرف يرجع نستنى في الثلث الخالي. بصح لو كانت تخليوا لي الحويجات بنص دينار انا نسعد بهم، وانتم تروحوا فرحانين على المزيه اللي درتوها. تستاهليهم والله غير تديهم. لو جا مرتجحة تستاهل كل خير. خيركم سابق، خيركم سابق. بصح هو وكيلو ربي احنا نروحوا ابقوا على خير. بسلامة وساعة ساعة زوروني حتى لو كان ما نشريش، على الاقل نشوف وجوهكم ونشل العينية بسلعتكم. شوفي يا زهر ديبة راكي ديبة من دينارين رجعوا بنص. قولي لي انتي مرت من التجار. وين بها سيد القاضي؟ رايح نرتاح، نتهنى منكم ومن مشاكلكم. ترتاح؟ ايه، رايح للبادية نشرب اللبن، ناكل التمر، نسبن المجمر. وشكون اللي راح يخربك يا سيد القاضي؟ شكون غيره؟ جحا. بالك بالك بالك، هيا هر 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 هر. اخله دار بابا، اخله دار بابا. او يقصر او يقصر. اواه القاضي ما يعرفش يقصر. الليله نتعشى بالقطران، نرمي روحي من فوق السطح نتاع داري، نرقد روحي في الغرقه، ناكل التبن ونشع على النار في كرشي. انا ناكل هندي به بقشورو، ندهن جلدي بالحنتيت، انا اصبغ شعري بالزبل نتاع الزويل، نخبط راسي للحيط تشوفوه لوزي ولا لا. وانا واش خليتو لي نقول؟ واش ندير انا ندير اللي ما يندارش. انا ناكل طاجين قنفود شارف مسقي بالجران. انا وقيل انت غشاو. غشاو. سمعت يا لونجا؟ سمعت. رجلي بسلامته ورجع قاضي شهر برك من بعد. واش بيك تنتقي فيها بهذا الصيفة؟ تقول سارقها. حاشا يا جحا، تستاهل اكثر من هاك. واش من هو لونجا واخذ على خاطرها منك؟ يا جحا يا حبيبي، انت ثاني ما تقضي ما تشري للدار، ما تتهلا في الدار. ما نقضيش. اجلس. ها اجلس. انني قاضي يا معشر الناس وامور الناس اولى، هكذا تقول المادة الاولى من قانون المدينة. واللي حاب يشبه لله ما يقول اح. افهمت؟ اللي ما يعدلش في داره ما يعدل في ديار الناس. اكتب جاري، الناس كامل رد عليهم غير هادي. هان علو الشيطان يا جماعة، من المفروض اليوم نفرح، وانا الليلة جيت معول نفرح ونتعشى. مرحبا بك في كل وقت، راك جارنا. جاري صح، بس في بيت القضاء لا اعرفه ولا يعرفني. افهمت يا هذا؟ نعم، بديتني من ضرك. سكوت سكوت، هيا حضروا روحكم وحكموا فوقكم حتى نقولكم. سيف 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 قاضي سيف، وقف جلوس. بسم الله نفتح الجلسة. واش كاين الكتب؟ سيف القاضية الأولى يا سيدي القاضي.
هي قضية سرقة جحش من دار الخفوش بوش كايف. نعم خفوش بوش كايف وليه ليه سموه جحش؟ ها؟ ليه سموه حسونة؟ حسونة واش نقول حسونة؟ يا سيد القاضي أنا ما نقدرش نسرق، أنا ما تربيتش على هذا الشيء، ما نسرق ما نكذب. هيكي كنت صغير كان بابا الله يرحمه يقول. وانت يا خنفوس كيفاش عرفت باللي حسونة سرق لك الجحش؟ شنو دليلك؟ يا سيد القاضي خرجت الصباح قصد السوق، رحت نركب على الجحش تاعي ما لقيتوش، ناديته باسمه ما ردليش. يا سيد القاضي خرجت قدام باب داري النادي مره زوج، رحت نحوس عليه لقيته خارج من باب دار حسونه. صح يا خنفوس صح. وانت يا حسونه واش تقول؟ لا 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 يا سيد القاضي، اللي خرج من داري جحشي ماشي جحشو. انا كي نادي الجحشي نصفر له، وهو كي نادي الجحشو يعيط له. احفظ التصفيره وعادي يصفر الجحشي ويخلي جحشو مرتاح، ويصفر الجحشي يتسوق به. اجل ساحة السونة الكاتب. لا روح قدام الباب. خلصنا اولتي، روح قدام الباب وخبرنا. خنفوس ناتي لجحشك. لدهم لدهم وانت يا حسونة سمعنا تصفيرتك. واش ما تعرفش تزفر؟ هو الحق يا سيد القاضي، مرتي هي اللي تعرف تصفر، انا نعرف نجر ونركب الحمار. وراهي مرتك؟ طلقتها وراهي في دار باباها. والجحش داتو معاها؟ محكوم عليك يا حسونة 3 أيام حبس تتعلم فيه متظفر. ما اليوم يا جماعة رانا خارجين الطريق، رانا خارجين القانون. خارجين على شحال؟ من غدوة الصباح نبداو العملة الأولى، واللي راح تخلي شحال يندم على النهار اللي نزاد فيه. واش تصرخ؟ واش تعيط؟ واش وراك يا كاتب؟ ما 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 سكوت. ما يا حضروا رواحكم، او واحد من فوقكم ما تكلموش حتى نقولكم. جلوس. طلقني يا شحال، باغي نطلق. شوف يا سيدي علاه تزوجت بيك باش نطلقك؟ ما بقات 10 يا شحال، طلقني. كيف جاكم اليوم كل عطلاق؟ غدوة إن شاء الله كل زوج يجيب تبوت الزواج وشاهدين وعلى الضالين آمين. وبرك ها؟ واش رايكم؟ الحكاية مشات كي النار في التبنية. ما كنتش عارف كيفاش الناس قادرين يشريو زواجهم 200 دينار. لو كان زدنا شوية في السماء بركة كانوا سكان المدينة كامل يطلبوا الطلاق. غدوة نبداو العملة الثانية. كيف يا وادية؟ ما سمعتش؟ واش؟ جيراننا قريب تطلقوا اليوم. ستر ربي. ربي بقى يستر. يا حواسي قالت له نطلقوا يعطيونا الدرهم وبعد نعاودوا الزواج، وواحد مات الحمى قريب قتلها.
غير ربي اللي استر، انا اللي فكيتهم. هي شوف سيدي، صارت لاق بالدراهم هذه هي الفخه. 100 دينار ذهبي، 100 دينار ذهبي يا شحا، واش رايك؟ يرحم داك الفم. راني راني راجع. حبيت نقول نديرو كيفهم. اطلاق 200 دينار ذهبي، الفاهمه قالت لك المهم الدراهم، نطلقوا ومن بعد نتزوجوا. ما جيتك على هذا الشيء، جيتك على مساله اخرى. واش من مساله؟ قولي، واش من وقت لحق القافله نتاع الهند والصين اللي معبيه ذهب وقماش والزويل؟ كي العاده غدوه مع الفجر. مليح، ملي غدوه على الفجر تجي معايا مشوار. على بركه الله. اسيد القاضي. يلا. قاضي هذه المدينة. متشرفين سيد القاضي، تحت أمرك. قول لي، أشحال متعودين تدفعوا ضريبة الدخول للمدينة؟ 30 دينار ذهبي. المرة هذه طلعت راهي 200 دينار ذهبي. هذا كثير يا سيد القاضي. الله غالب، أوامر سيد الحاكم، بصح نقدروا نتفاهموا. واش رايك تبيع لنا السلعة قبل ما تدخل المدينة؟ ها؟ هكذا ما تدفع حتى فلس. موافق، أعطوني 100,000 دينار ذهبي. موافقين. القافله ماشي من عوايدها تتوخر. راني نشم في القرص. راهي جات القافله، الحمد لله يا رب العالمين. شفت راه شكون اللي راهو على راسها؟ شوف اشحا يا جماعه، قلت لكم باللي راني نشم في ريحه القرص. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك تدير مع القافله؟ انا شاريين. واش فيها القفله هذه؟ الذهب من الترك، القماش من الهند والصين، التوابل والعطور على انواعها من مراكش. اذا فيه مشتريه السوق مفتوح. اشكون قال؟ شحال راك طالب؟ 200,000 دينار ذهبي. 200 واش؟ 200,000 دينار ذهبي. السومة؟ السومة تطلع اللي تتلمو المشترية. أشكون قال؟ أنا نشري، أنا نشري. 300,000 دينار ذهبي. أشكون قال أسيد؟ 300,000 دينار ذهبي. أنا تني شري. أشكون قال؟ 400,000 دينار ذهبي. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك، حرام عليك. طالب نرد مرتي. علاه؟ طموني 200 دينار ذهبي، طلقتها، اعطوني 100 وكي طلبت حقي نكروني. اللي يطلق بالطماع يتزوج بالغرامه. غرامه 100 دينار ذهبي نطبقها على كل من طلق هاد اليومين، واللي ما يدفع ما هو متزوج. دفعين. الحمد لله كي جات سلامات. رجع القاضي وفكني من هذوك العقارب. هاو كاش ما جنيت من هذا الوخذه.
جنيت الحكمة والعقل وأصول ممارسة القضاء والعدل وإحقاق الحق. بات مع الجاس بحقاقي والمفيد. واللي قلت ما وش مفيد؟ نقصد يوكل يكسي. ما يوكل ما يكسي، يجوع ويعري. تقاضي انت، حكموا بك العرسة شهر ومن بعد رجعت كما كل الناس، ما ربحت معاهم غير العيب. لا، حاولت نصلح بينهم. اللي عزني ما بنا لي قصر، واللي كرهني ما بنا لي قبر. وامسيني وامسيني يا رفيقة العمر، وكوني معايا شوية حليب وشوية تمر. يلا اك اك اك. يا اهل المدينة يا حضار، الحاكم راهو يخبركم بهذه الاخبار. قاضي المدينة راه مريض الله يشفيه، والحاكم الحاكم بعد ما شاور العاقل والفقيه راه قرر باش يعين قاضي جديد يحكم بين الناس بالعدل والمساواة وينوب بالنيابة عليه. وراه اختار جحا، اختار جحا للمرة الثانية. من هذا النهار جحا راه قاضي حتى يبرى قاضينا الله يشفيه. يا اهل المدينة يا حضار، حاكم المدينة راه يخبركم بهذا الاخبار. سمعتوا؟ سمعنا. جحا قاضي جربوا ما نفاش، ما يذيقش ما يقدرش. يا لطيف يا رب يستر. جحا قاضي منو العدل ما بقاش حقه، شي ما يتحملش. جحا قاضي هذا ظلم وجور. هذا خلات خلات اذا جحا قاضي وزيد عليه الحاكم اختار جحا في مكان القاضي. جينا على عينو العورة، يعني انا وانت ما نقدروش نكونوا قضاة. اذا ما كناش حنا اخر واحد في المدينة قادر يكون قاضي الا جحا. يلا راهو باطل. علاه علاه؟ اسكت. جحا ما يقدرش، يقولوا عنده الحيلة. بصح الحيلة وحدها ما تكفيش. عندك الحق صاحبي، اذا جحا هذاك المتسول الطلاب اللي بيع فيه ورق مكتوبة بالغش والكذب ومسميهم هو كتب، قدر يغفل الناس ويكون محتال، فما بالك يصير قاضي ويحكم بينهم. يا خلات خلات، جحا قاضي درنا فيه الشر، درك يبعث حراس الحاكم يلقيو علينا القبض. يا ويلي انا نلم حالي وعيالي ونرحل. لا محال، ولو جحا يرجع هو الحاكم وراه وراه ديما. هيا جماعة روحوا نشوفوا شحال في داره. حبيت نقول في دار القاضي. يلا. والله حبسوا نشبعوا فيه الساء شت مسبان قبل. الله يغروا الكلاب تجروا. آمين. ربي يخليه كورة بين ذكورة. آمين. الله تخلى داره ويتكسر حماره. آمين. الله يعطيه السل الدايم ومرض القوايم. آمين. الله يعطيه له مصيبة ومرضة غريبة. آمين. الله يعطيه له خبطة لا طبطة. آمين. آمين يا رب العالمين.